يعني عليكم مرة أخرى مع الغرف الغشيم اللي واكل أصحابه دي تاني. عمال بصير الكرة عمال يضرب، والله العظيم الخروف ده لو فلت، والله الخروف ده لو فلت هيدشمل يعني. الحمد لله عمال يلعب وبصيتها له، وبص على الحركة دي، شوف عبد الرحمن عمل ايه، ضربها برجله جات له. يا خسارة.